السلام عليكم. القسام تطلق صاروخ أرض جو على طائرات إسرائيلية ردا على إسقاط مسيرة. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. نشرت كتائب القسام الجناح العسكري بحركة حماس مقطع فيديو لحظة إطلاق صواريخ أرض جو على طائرات سلاح الجو الإسرائيلي ردا على اعتراض طائرة مسيرة تابعة للحركة. وأثناء مهمة تدريبية لسلاح الجو التابع لحركة القسام صباح يوم الاثنين، قام الطيران العدو الإسرائيلي الحربي باستهداف طائرة مسيرة للكتائب من نوع شهاب في أجواء جنوب قطاع غزة، حيث ردت الدفاعات الجوية للقسام على الفور باستهداف الطيران المغاير بعدد من صواريخ أرض جو. في الأخير، إذا كنت من المهتم بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.